المسافة المقررة من اللجان العليا المنظمة لهذا السباق مباشرة. أسير مع مصيح على الصدارة على المركز الأول، يتواجد هناك محمد بن سلطان بن رشيد الكتبي من يقدم هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، بينما المركز الثاني يصل القاصي لسيد رغش بن حمد بن خيرات العامري هناك مع المقدمة والصدارة. نقلتنا إلى المركز الثالث، الوصول في هذه اللحظات من حبشان حمد بن فري بن حمد بن ناصر بن دلموك من يتواجد على ثالث المراكز. المركز الرابع الوصول من الظبي مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، والمركز الخامس يصل في خامس المراكز. هناك مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا ياتي معاند محمد بن زايد المنصوري من يصل في هذه اللحظات. هذه هي الخمس المراكز الاولى، ندانا للخمس المراكز المتقدمه من خلال تواجد هنا الاسماء القويه والمشاركه في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، اعود الى الصداره الى المقدمه الى الانطلاق الاول. هنا من ياتي في الصداره دكتور الاصايل ياتي في مقدمه هذا الشوط المنطلق من خلال تواجد مصيح، بدا يصيح في الصداره. والمركز الاول محمد بن سلطان بن رشيد الاجتبي من يظلم البري مع شاهين. الله 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 الله، السلالة الشاهينية، تحركات من الظبي. الظبي انطلق على المركز الثاني مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، وصل التبر، وصل التبر عبد الله بن الفندي بن راشد المزروعي يقدم انطلاقة التبر على المركز الرابع. والرابع هناك يصل في هذه اللحظات ايضا مولع سهيل بن سعيد الحمرور العامري. المركز الخامس وصل بن منانه يقدم شاهين راشد بن سعيد بن منانه. الله 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 الله، اعود الى الصداره، اعود الى بن كاظم. بن كاظم على المركز الاول يقدم السلاله الشاهينيه على مقدمه هذا الشوط. يا سلام شاهين مبارك بن كاظم المري، ولكن الظبي تحرك الظبي. هناك ايضا من يتواجد مبارك بن سلطان بن بطحان المنصوري بن منانه قادم على المركز الثالث. الله الله الله، التحدي القوي، التنافس الاخير، الامتار المجنونه يعلن بن كاظم مع شاهين ومحاولات الظبي. الظبي هناك وشاهين، الله سلام 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 هناك الى الاشقاء بدوله الامارات العربيه المتحده. ومع الظبي هناك مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. اللحظات الأخيرة التي بدأت بالانطلاق والتنافس القوي من البداية وحتى الرمق الأخير ليعلن هنا الظبي مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، ولكن بالأمانة هناك قدم عرض كبير ورائع اللي هو شاهين مبارك بن كاظم المري. المركز الثالث كان هناك أيضا شعار بن منانة شاهين راشد بن سعيد بن منانة. المركز الرابع ودخول من مرعوش خليفه بن محمد بن قحيد المهيري. والمركز الخامس كان تبر لعبد الله بن الفندي بن راشد المزروعي. التوقيت الزمني 6 دقائق وايضا 16 18 ثانية، 34 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الصبي، ومشكور يا ابو سالم ايضا مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. المركز الثاني 6 دقائق 18 ثانية، 44 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك شاهين مبارك بن كاظم المري. المركز الثالث كان 6 دقائق 18 ثانية، 95 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين راشد بن سعيد بن منانة الكتبي، تهانينا والناموس للجميع.